لعل صورة هذين المبنيين اللذين يتباطأ العمل فيهما بشكل كبير وسط مدينة غزة تلخص جانبا من الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع بسبب إغلاق الجيش المصري نحو 80% من الأنفاق التي تستخدم في تهريب السلع من مصر إلى غزة وفق الأمم المتحدة. اليوم لا تدخل مواد البناء إلى قطاع غزة، قطاع البناء والذي يشغل عشرات آلاف من العمال بالإضافة إلى المهن المرتبطة بعملية البناء هو معطل تماما الآن ومشلول. هذا يعني زيادة نسبة الفقر، زيادة نسبة البطالة، زيادة نسبة الاحتياج، زيادة نسبة الناس التي تتوجه للأونروا والحصول على معونات. وبسبب إغلاق الجزء الأكبر من هذه الأنفاق قدرت الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بنحو 230 مليون دولار خلال الشهر الماضي وفق مسؤول حكومي في غزة. أرقام تشير إلى خطورة الوضع الاقتصادي في القطاع الذي يعتمد سكانه على الأنفاق في توفير أكثر من 50% من احتياجاتهم. هذا الأمر سينعكس على كل منظومة العمل الاقتصادي في قطاع غزة فيما يتعلق بالقوى الشرائية والحركة الاقتصادية العامة والتجارية، وبدأنا نلحظ هذا الأمر ميدانيا من خلال تراجع نسبة الصادرات لتجار قطاع غزة من خلال بعض المعابر. معطيات قد تدفع الفلسطينيين مجددا للضغط على إسرائيل لرفع قيودها المفروضة على معابر غزة. لا أحد يعلم إذا ما كان الجيش المصري ينوي الإبقاء على عدد قليل من الأنفاق تسمح بهامش ضيق للفلسطينيين لإدخال احتياجاتهم عبرها أم لا، لكن المؤكد أن الأوضاع المعيشية للسكان هنا ستؤول إلى الأسوأ في الحالتين. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.